اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم وطني كفاءات اردنيه. وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم الاستاذ سليمان قنديل. بدايه مساء الخير استاذ سليمان. اهلا وسهلا بكم جميعا. بدايه استاذ سليمان بنحب نعرف الساده المشاهدين بحضرتك اكثر، متى تم افتتاح المنجره؟ تفضل. 2001 ان شاء الله تم فتح المنجره باذن الله، والحمد لله الوضع كويس فضل الله. اهم شيء بالبلد يكون الامن والامان. نعم. اهم شيء يحفظ جلاله سيدنا ابو حسين. نعم. باذن الله بالتاكيد. استاذ سليمان، نتحدث عن الخدمات اللي بتقدمها، من وين بتم استيراد الخشب؟ تفضل. استيراد الخشب من عند تاجر في سويلح، تاجر يوسف الريان. نعم. من ما شاء الله من التجار المحترمين الحمد لله. الحمد لله. وانواع جميع الخشب، مثلا عندك خشب، انواع الخشب نستوردها، يستورد التاجر خشب. نعم. خشب البلوط، خشب السويد، انواع اللاتي كالاتي. يعني نفس جميع انواع الخشب. نعم. نعم. وحضر مثل بدنا نحكي على طلب الزبون حضرتك. نعم. تشتغل طبعا في الباب انواع خشب. نعم. استاذ، نتحدث عن تطور هذا القطاع، قطاع المناجر، كيف تشوفه؟ ما شاء الله كويس الحمد لله. الحمد تمام لله. نتحدث عن الصعوبات والمشاكل. والله شوف، ايام هاي الوقت هاي صعبه، الظروف صعبه صارت، والوضع البلد تعبان شوي، مش كثير يعني، ماديات الناس ضعيفه جدا، وانا قد ما احاول بساعد يعني، لانه استاذي هلا الجاهز ناس صارت ما بتقربوا اكثر. لا الجاهز بتروح له اكثر من تفصيل، التفصيل غالي، عرفت؟ تفصيل اغلى بس انظف. نعم هو انظف. نعم. بدون اطول أصلاً. نعم. استاذ، نتحدث عن اقبال الزبائن، كيف تشوفه؟ والله الزباين هيك وهيك يعني، في منهم ما شاء الله عليهم الحمد لله، وانا عندي عملاء كويسين فضل الله الحمد لله يعني، وما بنقصر معهم يعني من جميع الجهات، وسمعه شغلي معروفه يعني الحمد لله. الحمد لله. استاذ، نتحدث عن نعمه الامن والامان، مثل ما بتعرف الاردن بنعم نعمه امن وامان لما يزيدنا عن باقي الدول، مثل ما بحكوا لك الاردن حديقه داخل حريقه، ايش بتعني لك هاي النعمه؟ نعم. الاردن حديقه داخل حريقه، ايش بتعني لك نعمه الامن والامان بالاردن؟ الاردن اهم شيء، اهم نعمه عندنا فضل الله الحمد لله، واهم شيء يكون فيها الامن والامان. نعم. والله يحفظ جلالتنا سيدنا ابو حسين. نعم بالتاكيد. الله يديمها علينا يا رب. امين على الجميع. استاذ سليمان، استاذ سليمان لو حالك بالحظ التقيت بجلاله الملك، شو بتحب تحكي له؟ والله انا اتشرف اول شيء، وتاج راسي جلاله الملك، بكون مبسوط الصراحه. نعم بالتاكيد. بشكرك استاذ سليمان. استاذ سليمان، الله يسلمك. بنحب نحدد للساده المشاهدين اين موقع المنجره ورقم تليفونات للساده المشاهدين. تفضل. منجرتي منجرة دار الديكور، سويلح، شارع جرش القديم. تليفوني 0796555725. نعم بشكرك استاذ سليمان، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا بكم. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان استاذ سليمان قنديل على تواصل دعم لهذا البرنامج. الله يسلمكم. اهلا وسهلا بكم. شنو